يحيى زياد الهبيل، عمري 27 سنة، درست مهنة الحدادة في مركز تدريب مهن رفح. تعلمت كيف أصنع الأشكال وتعلمت أبتكر كل يوم إشي جديد وبجودة عالية، وأهم إشي الأمانة في الشغل. بعد ما تعلمت الحدادة فتحت ورشة بسيطة وبلشت أمارس مهنتي، وكان في عندي نقص وعجز كبير في المعدات والأدوات، وكنت حابب أني أشتغل وأطور حالي وأطبق الإشي اللي تعلمته منيح. في سنة 2018 الإغاثة الإسلامية عملت مخيم تنافسي، وخضنا من خلال المخيم عدة اختبارات حتى يشوفوا مين الأفضل والأنسب ليحصل على منحة التطوير، والحمد لله كنت أنا من ضمن هذه المشاريع اللي حصلت على هذه المنحة. الحمد لله صار عندي ورشة كبيرة وعمال في الورشة كمان، والحمد لله بشتغل شغلات حلوة كتيرة، من ضمنها صيانة دعامات سقف البطون وأبواب البيوت وتشكيلات جديدة وجميلة وجميع أنواع أعمال الحدادة. كل الشكر للإغاثة الإسلامية اللي منحتنا هذه الفرصة واللي دعمتنا في هذه المشاريع.